مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. سنتحدث في هذا الفيديو عن الأعمدة الثلاثة لإقامة المنظمة الأخلاقية. هنا منظمة أخلاقية تشمل الأنظمة والهياكل المنظمية، أخلاقيات القيادة، أخلاقيات الأفراد. لكي يكون هناك منظومة أخلاقية نتعامل معها في أي مؤسسة، هذه المنظمة الأخلاقية ترتكز على ثلاث مرتكزات، ثلاث أعمدة: النظام، القادة، الأفراد. لماذا؟ لأن هؤلاء الثلاثة إن صلحوا وكانت المبادئ التي تسير عليها المنظمة تسير وفق خطوط ومبادئ وقواعد أخلاقية، فإنها تسلك هذه المؤسسة وتصلح أن تكون قائدة وتكون تستطيع أن تبني حضارة في المجتمع. وكذلك القادة، إذا فسد القادة فإنه سيفسد الأفراد، وإذا ما حارب القادة الفساد فهذه الأموال التي تتبعثر هنا وهناك في أيدي الأفراد نتيجة الفساد فإنها ستبني حضارة. أما الأفراد فهؤلاء هم المرتكز الأساسي والذين يتعاملون في المجتمع، فهؤلاء كل متكامل في هذه المنظومة الأخلاقية. الأنظمة والهياكل المنظمية، لا توجد منظمة بدون قواعد، بدون ثقافة، بدون قوانين، بدون نظريات ومؤسسة قائمة على ثقافة منظمية ورموز أخلاقية والتزام أخلاقي، رؤساء المكاتب الأخلاقية وآليات الإبلاغ. هذه الأنظمة والهياكل المنظمية هي تمثل عمود في إقامة المنظمة الأخلاقية. ثقافة المنظمة لربما تكون ثقافة إسلامية، ثقافة علمانية، ثقافة لدينية، لا ندري، لربما، ولكن هناك مرتكزات أخلاقية تحتكم إليها كل الدول والمجتمعات. لا يلزم أن تكون هذه المنظمة منظمة إسلامية محضة، ولكن لابد أن ترتكز كما عندنا كمسلمين منظمة أخلاقية ثقافة إسلامية، كذلك هناك يسمونه الضمير المهني. هناك لماذا يتمسكون بالضمير المهني؟ لشيئين: الفرار من عقوبة القانون لأنك تلحق الضرر بالفرد والمجتمع، والمسألة الثانية سمعة المؤسسة في هذا السوق نتيجة المنافسة. الرموز الأخلاقية، نتحدث عن رموز أخلاقية في داخل المؤسسة: الالتزام الأخلاقي، رؤساء المكاتب الأخلاقية وآليات الإبلاغ. كلما هؤلاء تمسكوا بالأخلاق وتمسكوا بالأنظمة والقوانين والثقافة ومدونة السلوك التي تضعها كل مؤسسة، فإن هذه المؤسسة ستبني مجدا وفق المنظمة الأخلاقية. عندما نتحدث عن أخلاقيات القيادة، نمذجة الدور، هؤلاء الذين يملكون النموذج الأمثل في الدور وهم القادة الذين نتمسك بهم ونجعلهم قدوة لنا، وكذلك الأفراد ينظرون إلى القيادة. فإذا فسد القاضي لا ننظر، إذا فسد القائد لا ننظر إلى فساد الرعية. دعم القيم الأخلاقية، كلما كان هناك من القيادة دعم لهذه القيم الأخلاقية، والقيم لا تحتمل إلا الإيجابية، لذلك دعم هذه القيم الأخلاقية هي بمثابة عملية تعزيز للقيم والأخلاق والقواعد والسلوكيات الأخلاقية الحسنة في داخل المؤسسة، فإنك في هذه الحالة تبني منظمة أخلاقية. يبلغ الأخلاقيات والقيم، يكافئ السلوك الأخلاقي، هناك يبلغ الأخلاقيات والقيم. لابد من تعزيز هذه الأخلاقيات وهذه القيم في نفوس الآخرين نتيجة السلوك، نتيجة القدوة، نتيجة الفعل. فالفعل له تأثير وبصمة في نفوس الأفراد أقوى من الكلمات الرنانة. يكافئ السلوك الأخلاقي، إذا ما تصرف أحد الأفراد بسلوك أخلاقي ومنع نفسه من أكل مال حرام أو ما لا يحل له فكافأه القائد على هذا السلوك، فإنه يعزز هذه الثقافة في نفس هذا الفرد في داخل المؤسسة. يعاقب السلوك غير الأخلاقي، لابد للمنظمة أن هنا تكلمنا عن ثقافة، تكلمنا عن أنظمة، الأنظمة تعزز، لابد أن تعزز السلوك الإيجابي وتعاقب وتبين وتشرح لهؤلاء الأفراد ما هو السلوك الخاطئ وما هو السلوك الصحيح. المسألة الثالثة، أخلاقيات الأفراد، لابد أن يتسم بالاستقامة، ونقصد هنا بالاستقامة نقصد على وفق القواعد الأخلاقية التي وضعتها هذه المنظمة. هناك الكثير من المنظمات تضع لنفسها سياسات، قواعد، قوانين هي تلزم نفسها بها، لم يلزمها بها أحد، ولكن من منطلق السلوك الأخلاقي تعاملت به. فكلما كان الفرد مستقيما يرى القيادة مستقيمة فإنه يستقيم. الصدق، كذلك الصدق، الصدق في المعاملة، الصدق في الحضور والغياب، الصدق في معاملة الزبائن، الصدق في معاملة
معاملة القيادة، النصيحة والغش وعدم الغش، المعاملة الصادقة، المعاملة مع الناس، المعاملة مع النفس، المعاملة مع القادة، المعاملة مع المجتمع، وكذلك عكس الصورة الحسنة في داخل المجتمع عن هذه المؤسسة التي تعمل بها، لكي يحتضن المجتمع هذه المؤسسة ويتبنى أفكارها ويتبنى منتجاتها. المعاملة العادلة، يعدل هؤلاء الأفراد بين بعضهم البعض، ولو كان أميرا لمجموعة مثلا أو رئيسا لقسم أو مديرا عاما، لكذلك هؤلاء الناس لابد أن يعدلوا بين الأفراد. لماذا؟ لأن المشرف على مجموعة أو أميرا لمجموعة أو أميرا أو مسؤولا لقسم في العمل، هؤلاء الناس يتعاملون بالعدل. لماذا؟ لأن العدل هو الذي يعزز الانتماء لداخل هذه المؤسسة. لماذا؟ لأنه يرى الكل سواسية، الكل يتعامل نفس المعاملة. مستوى عالي للتطوير الأخلاقي، هؤلاء الناس الذين يتبنون هذه الفكرة ويطبقونها فإنهم يعتزون بمؤسستهم وينتمون لها. لماذا؟ لأنهم يرون النموذج الأمثل في هذه المؤسسة لتطبيق المعايير الأخلاقية. وفي الختام، ما الذي تجنيه هذه المؤسسة إن طبقت وقامت المنظمة الأخلاقية؟ ستجني أرباحا مادية، سمعة طيبة في السوق، وتتحقق البركة في المال، وينال الإنسان يوم القيامة رضا الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا ما أكل حلالا فإن هذا الحلال هو الذي سيكون سببا لدخول الجنة ورفع الدعاء إلى السماء. لذلك يتجنب الإنسان الأشياء والمبادئ الغير أخلاقية لكي ينجو في الدنيا والآخرة. نشكركم على كرم المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.